صور بس انه ما جت طببه للبيت يا خلي صور العائله هاي والبيت يعني لا خلي انقاذ اهلنا هذا اظن كتب ايش في الساعة 9:30 صباحا من هذا اليوم قامت الطائرات الأمريكية بقصف 4 بيوت في منطقة جبير في مدينة الفلوجة واستشهد 35 نفر من ضمن 4 بيوت أطفال ونساء وتمزيق القرائن وحرق كامل ما في البيت كامل ما في البيت كله احترق وأطفال أبرياء ونساء